كابتن شريف، سيطره كامله الشوط الثاني بعد تغييرات مستر كولر في وسط الملعب، وده اللي انت طالبت بيه بدري بنشتين وطالبت بيه قبل المباراه بسبب التغييرات الكتير اللي عملها مستر كولر النهارده. احنا قلنا دي وجهه نظره هو في ان هو يلعب بنص الملعب ده، مش هنتكلم على الفراوده ده، لعب بنص ملعب خارج حدود الخدمه يعني. مش قلت لك انا هيحملهم بدايه المباراه يعني؟ دول ممكن يكون ليهم حق الاشتراك في الشوط الثاني مثلا لو في اي شورت او في اي حاجه حصل تقصير من اللعيبه اللي موجوده، ولكن احنا متفقين من المباراه اللي فاتت عشان ما نوقعش في نفس الدروب ده احنا نبتدي باقوى عناصر عندنا موجوده، اقوى فرديات عندنا موجوده في الفرقه. وعلى سبيل المثال مثلا حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر مثلا، كويس؟ خاصة الإصابات اللي عندنا في بقية اللاعبين اللي بيلعبوا قدام. حتى لما لعبت بمودست وطاهر وحسين الشحات ماشي اوكي. طب فين التغيير اللي أنت عملته تاني شوط؟ إمام عاشور ليه مش وراهم يعني؟ وقفشة كويس؟ وديانج ليه الناس دي ما كانتش موجودة من أول مباراة؟ أعتقد إن الكرة التانية كلها هتبقى بتاعتك، الضغط على الخصم اعتقد هيكون عندك كذا فرصه، عندك شوتينج، عندك لعيبه شويطه كويس قوي، عندك لعيبه بتلعب اجناح اللي هي في غياب النهارده الجناحات عندك كلها، ما عندكش ولا كره عرضيه. ليه احنا دايما متاخرين؟ ليه انت دايما بترجع للمباراه وتبحث في اخر 20 دقيقه على انك انت يبقى لك وجود؟ اديك قلت واحنا بنتكلم ان الشوط الثاني احنا ما شفناش ورقه الجونه. ما شفناش الشناوي. ما شفناش الشناوي خالص يعني. ايه ال 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 علامه الاستفهام الكبيره اللي احنا بنعملها في نفسنا؟ ليه؟ احنا لا عندنا ماتشات هنستريح بعدها ولا هنوفر لعيبه، انت بتوفر للمنتخب ولا بتريح لمين؟ انا مش عارف يعني. عندك لعيبه بسم الله ما شاء الله بنص قوه تكسب اي حد، تعدي على اي فرقه بتلت لعيب بتلت وكده، كورتين منه في 45 دقيقه، كورتين من كل اللعيبه، كره من الشحات، كره من امام، كره من طاهر، كره من بيرسي تاو، ها دول اسماء كلهم عارفين سكتهم للجول، عارفين لعبتهم ايه، ان هم يجيبوا جول، لعبتهم ان هم يعملوا اسيستات على الجول، لعبتهم ان هم متحركين. وانا ما ينفعش حتى في الظروف اللي انا فيها ده اخرج حسين الشحات. انت بتخرج حسين الشحات كويس، نادر كريم فؤاد وتخرج حسين الشحات، الراجل بيلعب في الشمال بتنادي واحد الناحيه الثانيه ولا عشان تعمل ايه؟ طب ما تغير مودريتش لو انت عايز تلعب ببيرس تاو، فهمتني؟ غيره. وحسين الشحات مع امام عاشور مع طاهر مع بيرس تاو دي يعني ده باور. لازم الحكايه مش حكايه انت طلعت صح ولا غلط، ما انا ممكن اغلط، ممكن حساباتي زي ما احنا قلنا كده، زي ما انت قلت لطاهر كده هو لعادل، هذا لك تجربه وهو اللي هنتكلم بعد الماتش عليه. الفكره هو مش لازم انا ابقى متعنت في فكرتي كمان يعني انا لازم ابقى عندي رؤيه كبيره جدا لظروف. طب ظروف الماتش يا ايمن، ظروف الماتش ما وريتكش ان انت عندك نص ملعب رايح خالص، فمن اول الشوط الثاني يكون نص ملعب ده ملكك. ليه بتاخر انا لغايه الدقيقه 60 والدقيقه 70 والدقيقه 65 كامل الدقيقة 58 ليه كل ده يروح مني؟ وبعدين ايه 58 انت بتديني لاعب؟ منين لاعب؟ لا انت عندك كتيبة لعيبة تقدر تخليك ليك السطو وليك الاستحواذ وليك كل حاجة وليك فرص احراز الاهداف. النهارده مودست جاب جول وكان هيجيب جول في الشوط الثاني. ايه يعني الشوط الثاني كان ليه هيجيب جول؟ لان انت اللي ضاغط يا ايمن، انت اللي عامل العرضيات، انت راجل ده في وسط الزحمه دي هتجيله كوره زيه زي اي حد موجود في منطقه الجزاء دي، هتجيله فرصه يقدر يجيبها جول. ف لا احنا النهارده عملنا كده في نفسنا يعني، مفيش حد اجبرنا على اللي احنا فيه ده غير ان هي فكره او هو مسؤول عنها. و عايز اقول لك على حاجه برضو، مفيش فرقه في العالم، تعالى بقى نتكلم طبيعي، ما بتحصلناش الدروبات دي، بس انا شايف الدروب ده احنا بايدينا يعني. فمفيش فرقه في العالم بتكسب كل الماتشات كويس.
بس في ماتشات حرام ما نكسبهاش عادي. لا في ماتشات يعني في ايدينا، ملعب كويس على فكره والدنيا حلوه والاجواء كويسه، اجواء جميله جدا، وانت كورتك احسن وانت عندك الاستعدادات وعندك السكواد وعندك كل حاجه. نرجو ان اللي جاي يكون افضل باذن الله.